توفي مواطنان اثنان بعد إصابتهما بمرض الحمى النسفية في محافظة الديوانية، بينما تحذر أوساط رسمية من انتشار المرض لكونه معدن. وقال مدير صحة الديوانية عبد الكاظم الأسدي إن الفرق الصحية تقوم بواجباتها في الحد من ذلك المرض، بينما أوضح مدير قسم الصحة العامة بدر موحان أن الحمى النسفية ينتقل عن طريق القراد من الحيوان إلى الإنسان، لكن المثير في الأمر هو عدم وجود علاج لذلك المرض الذي يصفه الأطباء بالخطير. سجلت خلال الأيام الماضية إصابتين بمرض الحمى النسفية، الإصابتين للأسف وصلوا في حالة متقدمة من المرض، والإصابتين هم توفوا بعد وصولهم المستشفى. الديوانية هي من المحافظات السباقة في اكتشاف المبكر للمرض، وهذا جدا مهم. المرض ينتقل عن طريق القراد الناقل من الحيوان إلى الإنسان، وأيضا عندنا مجاميع اختطار اللي هم مربي الأغنام والقصابين والأطباء البيطريين. المرض لا يوجد علاج له. البلدية جاءت تمارس المصادرة، صادرنا أعداد كبيرة من المواشي، وأقمنا دعاوي بالتفاهم مع السلطة القضائية، أقمنا دعاوي على أصحاب الحظائر اللي يؤون الحيوانات واللي خافينها بداخل المدينة.